بكم إلى نشرة أخبار السادسة ونبدأها بأبرز العناوين. البرلمان يستهدف مهامه بفصل جديد، أزمة الرئاسة والاقتراع وقانون الانتخابات تنتظر حلول المشرعين بعد 8 أشهر من التعطيل. أكثر من 10 ملايين عراقي تحت خط الفقر، معدلات البطالة تهدد استقرار البلاد، وشبكة الرعاية لا تغطي كافة المستحقين. أهلا بكم إلى التفاصيل. يواصل الدولار تحليقه اليوم مقابل الدينار في السوق الموازية ببغداد والمحافظات. شبكة مراسلي يو تي في أفادت بأن سعر الصرف في بورصتي الكفاح والحرثية وصل إلى 150 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ سعر بيع الورقة في محل الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات 151,500 دينار. أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان إيداع أكثر من 420 مليار دينار في حسابها المصرفي من قبل الحكومة الاتحادية. بيان للوزارة ذكر أن المبلغ المرسل من بغداد إلى أربيل يبلغ 421,760,000,000 دينار، مبينا أن المبلغ هو جزء من رواتب الموظفين المدنيين في إقليم كردستان لشهر حزيران الماضي. أزمة رئاسة البرلمان والاقتراع المبكر وقانون الانتخابات أبرز الملفات التي تنتظر النواب الذين يستعدون لاستئناف مهامهم بفصل جديد وسط ترقب الأوساط السياسية والشعبية مصير عدد من القوانين المهمة. تنتهي العطلة التشريعية للبرلمان ولا مؤشرات على اتفاق سياسي لانتخاب رئيس جديد بعد أكثر من 8 أشهر على شغور المنصب. النقاشات داخل الغرف المغلقة تستمر من دون تسرب معلومات بخصوص ما جرى أو لم يجري الاتفاق عليه، خصوصا خلال زيارة زعيم البارتي الأخيرة لبغداد، بعد أن كل المفاوضات بين مختلف الأطراف السياسية تتمحور حول قطب الحلول التوافقية للخروج من الأزمة. استحقاق المكون السني عطل حسمه في 5 مرات تباعا، إذ فشل البرلمان في جلساته السابقة بسبب انقسام الأطراف السياسية إزاء أبرز المرشحين للمنصب. سالم العيساوي الحاصل على أصوات الأغلبية في الجلسة الأخيرة للبرلمان ومحمود المشهداني المدعوم من قوى في الإطار التنسيقي. وفي ظل تعثر المحاولات لحل الخلاف حول مرشح حاسم لرئاسة البرلمان، تزداد أزمة المنصب الشاغر منذ تشرين الثاني الماضي وتتعقد بسبب فرض قوى سياسية ما يشبه الوصاية على المرشح للمنصب. وإلى جانب أزمة الرئاسة تنتظر المشرعين أجندات تحت قبة البرلمان للبت فيها، أبرزها قانون الانتخابات والاقتراع المبكر المتضمن في منهاج حكومة السوداني ومشاريع أخرى تندرج ضمن قوانين ورقة الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة. يحذر باحثون اجتماعيون من أن استمرار الإهمال لنسبة الفقر في العراق سيؤدي إلى زيادة حالات الانتحار والعمليات الإجرامية نتيجة الضغوط المعيشية، بما تسجل بيانات رسمية أكثر من 10 ملايين عراقي يرزحون تحت خط الفقر. التفاصيل نتابعها في هذا العرض. يرزح ربع سكان العراق تحت خط الفقر وسط ارتفاع معدل البطالة إلى 16.5% في بداية العام الحالي، ووجود 6 ملايين يتيم ومليوني أرملة وأكثر من 4 ملايين شخص يعيشون في مناطق العشوائيات. تشير إحصائيات برنامج الغذاء العالمي إلى أن 2,400,000 شخص في العراق بحاجة ماسة إلى الغذاء، وبحسب مراكز حقوقية فإن أكثر من 2 مليون أسرة غير مسجلة تستحق راتب الرعاية، لكن موازنة 2024 جاءت خالية من أي تخصيصات جديدة، كما يوجد أكثر من 2,650,000 عاطل عن العمل مسجلين بدائرة العمل.
يطالب المختصون الحكومة بالعمل جديا على تقليل نسب الفقر في العراق والبطالة بوضع خطط استراتيجية لخمس سنوات تركز فيها على دعم الصناعة الوطنية والزراعة وتقليل استيراد المحاصيل وإعادة العمل بإعداديات الزراعة والصناعة والتجارة بعد المرحلة المتوسطة، كما يطالبون بمراقبة العمالة الأجنبية التي قاربت مليون عامل، بينما المسجلون رسميا ولديهم إجازات عمل بحدود 40,000 فقط. يحذر باحثون اجتماعيون من أن استمرار الإهمال لنسبة الفقر في العراق يؤدي إلى حالات الانتحار والعمليات الإجرامية نتيجة الضغوط المعيشية، إذ إن الوضع الاقتصادي له تأثيرات وتداعيات كبيرة وخطيرة على استقرار عموم الأوضاع في البلاد، ما يستدعي اهتماما حكوميا من أجل إيجاد حلول لمشكلة الفقر التي أصبحت ترتفع عاما بعد عام رغم وجود موازنات انفجارية. سبعة عشر ألف درجة وظيفية بصفة عقود أعلنت عنها الحكومة المحلية في نينوى عن ثلاثة أعوام، فيما يؤكد ناشطون حاجة المحافظة إلى مزيد من التعيينات بسبب حرمانها لسنوات عدة وتجاوز نسب البطالة 30%. 17,000 درجة وظيفية بصفة عقود ضمن الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025 أعلنت الحكومة المحلية في نينوى إطلاقها. الوظائف جاءت بعد مطالبات ووقفات نظمها خريجون ومواطنون أسوة بمحافظات أخرى. هذه الدرجات ألف منها إلى منطقة سنجار استثناء من دولة رئيس وزراء، و50 درجة لمطار الموصل، وبقى 16,000 درجة ينافس عليها أبناء محافظة نينوى في كل أقضية والنواحي، وستوزع إن شاء الله حسب الكثافة السكانية والتنافس بين المتقدمين. 50,000 متقدم سجلتهم الحكومة المحلية في اليوم الأول من إطلاق رابط التعيينات، ما يؤكد ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في ثاني أكبر محافظات العراق، فيما أكد ناشطون أن المحافظة تحتاج إلى أضعاف هذا العدد من الوظائف. استبشرنا خير بأنه انطلق 17,000 درجة وظيفية في محافظة نينوى وعقد لمدة 3 سنوات ب300,000. احنا بالموصل أكثر من 3 مليون نسمة، 17,000 درجة وظيفية، المن تروح؟ واحنا نريد بدون واسطات، نريد ما انه المحاصصة تصير عليها، إذا صارت محاصصة عليها يعني ما تكفي للسياسيين. لم تشمل نينوى بأي تعيينات أو درجات وظيفية منذ سنوات عدة بسبب الأزمة المالية، فضلا عن ظروف المحافظة التي مرت بها من احتلال ومعارك ودمار، ما زاد من أزمة البطالة في المحافظة إذ تجاوزت 30% بحسب بيانات رسمية. أنا متخرجة من 2019 قسم تربية جغرافية جامعة الحمدانية، اللي نزل بأنه يحتاجون بأنه 3 أشخاص من قسم الجغرافيا فقط من جميع المكونات، فأكيد مكافية يعني. غياب الخطط التنموية وشح الاستثمار والدعم الضعيف للقطاع الخاص حولت الاعتماد الكلي في العمل صوب القطاع الحكومي، وبالمقارنة مع العدد الهائل للخريجين فإن إحصائيات تستبعد حصولهم على تعيينات حتى إن انتظروها 10 سنوات. من الموصل محمد سالم، UTV. 39 مستشارا في حكومة صلاح الدين، عدد كبير من المسميات لشؤون ليست المحافظة بحاجة إليها، فيما تستنزف رواتبهم الموازنة على حساب الخدمات والإعمار. بضعة شهور فقط مرت على تشكيل حكومة صلاح الدين، عينت خلالها نحو 39 مستشارا لعدة شؤون ليست المحافظة بحاجة إليها، فيما تراوح ملفات الخدمات وأولويات المصلحة العامة ما كانها دون تحقيق تقدم يذكر.
كان الأجدر بالشقين التشريعي والتنفيذي الالتفات إلى ملف الخدمات. حقيقة الملف هذا معقد كثيرا والكثير من أقضية محافظة صلاح الدين تحتاج إلى التفاتة حقيقية في سامراء، في تكريت وبيجي المنكوبة والشرقاط. هذه الأقضية حقيقة عانت ما عانت، وبالتالي كنا نتأمل أن يعني يصب الاهتمام ويولى الاهتمام باتجاه ملف الخدمات، البنى التحتية، البنى الفوقية، توسيع أفق العمل الموجود في محافظة صلاح الدين. يقول خبراء إن تعيين المستشارين يكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة تستنزف خزينة صلاح الدين، على الرغم من معاناة المحافظة من مشاكل مالية تتسبب بتردي واقعها في قطاعات عدة. وجود هذا العدد ينهك من خزينة المحافظة، تخصيصات المحافظة كما نعلم يعني مقشفة بشكل عام، كما أعلن السيد رئيس الوزراء عن الاهتمام بالجانب المالي وتقليل الصرفيات. زيادة بعدد المستشارين يؤثر سلبا على الخزينة الموجودة بالمحافظة. هذا وصوت مجلس صلاح الدين الأسبوع الماضي على تشكيل هيئة للمستشارين في المحافظة خلافا لتوجيهات الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بإلغاء هذه التسمية والاكتفاء بتسمية مستشار فقط. من صلاح الدين، محمد قادر، يو تي في. ناقشت لجنة الأمر الديواني المعنية بمعالجة مشكلات المستشفيات المتلكئة زيادة مساحات مشاريع المستشفيات المنفذة لصالح وزارة الصحة. وذكرت وزارة التخطيط في بيان أن المركز الوطني للاستشارات الهندسية مكلف بتلك المشاريع بشأن احتساب الزيادة لاثني عشر مستشفى في بغداد وعدد من المحافظات. كما ناقش اجتماع اللجنة مشروع إنشاء مستشفى المثنى بسعة 400 سرير في السماوة المنفذ من قبل شركة ألمانية، إضافة إلى آليات المعالجة لإنجاز مستشفى ولادة بسعة 200 سرير مع الأجهزة والأثاث في نينوى. أطلق شباب من نينوى مبادرة لتزيين جدران البنايات القديمة في تل عفر بلوحات فنية ورسومات في رسالة محبة وسلام لجميع سكان المدينة. ب5000 دينار عراقي من كل واحد منهم بدأت فكرة هؤلاء الشباب في تل عفر بتزيين جدران مدينتهم بلوحات فنية، لتتحول بعدها إلى مبادرة تسعى إلى توجيه رسالة محبة وسلام ونبذ العنف والتطرف عبر الفن الهادف. بداية يعني تقريبا تكوننا في 10 أشخاص، قلنا خلي كل واحد 5000 نتجمع كل رأس شهر حتى شوية نتجمع لنا مبلغ بسيط. فبعدين من جمعنا شفنا يعني أبسط شيء شو نقدر نقدم للمدينة، فكرنا شوية. يحيى قال خل ناخذ صبغ أي رخيص شوية وهم يطلع جمالية، فتوكلنا أخذنا الصبغ وبدينا بالعمل. مبادرة هؤلاء الشباب انطلقت من منطقة حسن كوي في تل عفر مرورا بسائر المناطق، حيث ساهم أهالي المدينة بالتبرعات لشراء الأصباغ من أجل رسم لوحات فنية وكتابة عبارات هادفة لتزيين الجدران بعيدا عن السياسة والدين. أي بلد أو أي منطقة يطلع من الحرب يحتاج لوقت طويل حتى يرجع مثل قبل، فاحنا مدينتنا همين شوي شوي دا يرجع مثل قبل، بس يعني بعد يحتاج. فبما انه هذا هاي الشغل اللي دا نسوي هذا همين يأثر حتى يتقدم المدينه اللي قدام، فهذا هم يعني يعتبر فد نهضه فنيه. مبادرة فرشات السلام اختارت مجموعة من الشباب المتطوعين وانتقت جدرانا تمثل واجهة المدينة وتقع عليها أعين الزوار للرسم عليها من أجل توجيه رسالة طمأنة للزوار والسكان الراغبين في نسيان الفترة العصيبة التي سيطر فيها تنظيم داعش على المدينة. ختام النشرة، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.